اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره، الفقره الاخيره عندنا في البيت الكبير. استاذنا طبعا من اداره القناه وبشكرهم طبعا ان هم ادونا نص ساعه كده زياده على وقتنا، فلكن خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره الاستاذ احمد عصام، طبعا مسؤول محتوى السوشيال ميديا في قناه الاهلي وطبعا صحفي في اليوم السابع. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ منور الدنيا، كله تمام الحمد لله. مال صوتك؟ امبارح كان الموضوع صعب قوي في ماتش الترجي، يعني الكوره بالذات بتاعه طاهر ضربه الجزاء دي مش عايز اقول لك عملت ايه. انا ما كنتش عارف الصوت ده طالع منين، والموضوع كان صعب قوي في الملعب، وبس الحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر. الحمد لله، وفوز اعتقد النادي الاهلي يستحقه. الحمد لله، يعني كانت بدايه الماتش كانت صعبه جدا. مستر بيتسو كنا في المؤتمر الصحفي ليله المباراه كان بيتكلم على ان الموضوع ما خلصش والموضوع صعب، وحسينا قد ايه فعلا هو الراجل مركز وكده. وبالفعل اول مثلا نص ساعه انت مش شايف الكوره، الترجي ماسك الكوره عليك في ملعبك، حتى بقى المدرج بتاع الصحفيين اتحول تلتة شمال بقى، مش عايز اقول لك كان الهتافات عامله ازاي وضغط بقى، بنحاول نضغط على لعيبه الترجي الجمهور. بالظبط. يعني بنحاول يعني نوصل فرقه ان لا جمهوركم وادي صوتي هو رايح، انا بعتذر يعني ان انا طالع كده. لكن الحمد لله الفرقه يعني عملت ماتش كبير جدا وكانوا واقفين على رجليهم. حتى لو يعني لو بنتكلم على اول نص ساعه بتاعه الترجي دي، يعني ما كانش فيه فرص كتير خطيره، هم كانوا ماسكين كوره وبتاع بس مش عارفين يوصلوا. اكرم توفيق عامل ماتش عظيم على حمد الهون يعني، وكانت مباراه كبيره جدا. الحمد لله قدرنا نطلع بفوز. واحنا في الملعب بقى كنا زعلانين بصراحه في اخر الماتش. كانت فرصه ان احنا نعمل سكور على الترجي وكنا مستنيين ده جدا. حتى بيتسو موسيماني في النهايه، بيني وبينك برضو لما تيجي تفكر النادي الترجي فريق كبير، فريق عظيم الحقيقه، ومن اكبر فرق القاره اكيد. بس فرصه بقى، انت عندك الترجي كان النهار تماما. احنا كنا في المؤتمر بنسال، يعني كان حد من الزملاء سال مستر بيتسو بيقول له تغييراتك في الشوط الثاني، انت كسبان ومتقدم وبتعمل تغييرات هجوميه، هو في ايه؟ قال لا انا ما ينفعش اشوف الفرقه اللي قدامي مش في حالتها وبتتراجع وانا ادافع واديهم الكره تاني. أيوة. احنا كان لازم ندوس ونكمل ونجيب اكتر من هدف، وده يعني اللي عملنا منه نسبه كويسه، يعني جبنا 3 اهداف في الشوط الثاني يعني.